أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا أن من لبس الجوربين وابتدأ مدة المس عليهما ثم خلعهما فإن الطهارة تنتقض، فإن الطهارة تنتقض. ففي مثالنا السابق لبس الجوربين عند أذان الظهر ثم مسح عليهما عند صلاة العصر، وبعد صلاة العصر خلع الجوربين لخمس دقائق ثم لبسهما، فهنا تنتقض طهارته، لأنه بعد خلع الجوربين تبقى القدمان مكشوفتين، لا هما مغسولتان وليس عليهما شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في القدمين والطهارة لا تتبعض، فيسري انتقاض الطهارة في جميع أعضاء الوضوء. وعلى ذلك نقول خلع الجوربين بعد ابتداء مدة المسح تنتقض به الطهارة.